نتبعد عني يدخل بيتك من حرب. الله يرضى عليك اركي لي ظهري. يا مو بشو شاردة عم قلك اركي لي ظهري الله يرضى عليك. حقك علي يا مو حقك علي. على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم. هيك منيح يا مو؟ ايه منيح. يا مو شبكي صاير معك شيء؟ لا يا مو مو صاير شيء بس اليوم وانا عم جيب اغراض تعرضوا لي اثنين زعران وصاروا يلطشوني بس إجا شاب ودافع عني وعمل لهم قتلة حشكوا لبك. الله يجزيه الخير وما عرفتي مين هذا الشاب. يمكن يكون ظافر ابن أبو ظافر الخضرشي. الله يرضى عليه يا رب. آمين. أي عمو من إيدي. ساعتين وأنا. إذا حاس حالك تعبان روح على البيت. لك يا أبي اثنين بالمحل أحسن من غير شيء الأحوال دار. يا أبي شبنا يعني إذا صدنا اثنين أنا بالمحل يعني بنسترزق أكثر. يا أبي أنا رايح على البيت جيب سكبة وأرجع ما بتأخر. لك وين رايح؟ شو صار له الصبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حمرا وريان البندورة. عليك. أنا شكلي شكل خان. والله ما عرفت شو بدي لك. قل لي يا أختي مثل ما قلت لي المرة الماضية وقت خلصتني من إيدين على وطلي. أنا خايف يعني خايف ما تكون هي الكلمة بمحلها. طيب هلأ شو بدك؟ لا ما في شيء بس أنا حبيت أطمن عليك. هذاك اليوم شفتك مرعوبة صارت المشكلة. مزبوط كنت مرعوبة بس لما شفتك كيف قتلتهم للزعران بطلت مرعوبة. صح انت من بيت مين؟ ليش عم تسأل؟ لا ما في شيء بس يعني وانت عن جد خرطة مشطي. شلون خرطت مشطك وانت لسه ما بتعرفني؟
اي مزبوط ما بعرف هيك بس قلبي حبك. انا تاخرت ولازم روح. لحظه انا يعني بعدين كيف بدي اشوفك؟ ما بعرف هيك. انا اسمي نهاد ومن بيت الليموني، ويوم اي يوم لا بنزل على السوق لحتى اجيب اغراض على البيت. خاطرك. مع السلامه. خلص روح على قلبت في امي وبتشتلي علينا. ما بدي اروح، بحبك 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 وبموت فيكي. اذا بتحبني جيب اهلك وتعال اخطبني. ليش؟ مين قال لك انه انا ما بدي اجي اخطبك؟ بس يعني بس شو؟ يعني ظروفي انت بتعرفيها، الحال دائر يعني وما في مصاري، يعني كيف بدي اجي اخطب؟ يعني باين انت شغلتنا مطوله. لا مو هيك، انا مستعد انه اشتغل ليل نهار، والله ليل نهار. لا اعمل لك قطعتين ذهب، جيب لي غرفه نوم، بس يعني يصير معي شويه مصاري. طيب خلص خلص والله رح استناك. انا طيب لك ايه، شو رايك انه نروح انا وياك على شيء بستان هيك نجنن انا وياك هيك نتذكر هاي لحظه الجنان بعد ما نتجوز؟ لا انت جنيت على الخالص، شو عم تحكي؟ كيف بدي اروح واتركهم يلعبوا؟ ليك امك نايمه هلا واقفين مع بعض وعم نحكي. نايمه نايمه بس هلا بتفيق، ما فيني اتركها. ما في كرمالي، ما تخجليني كرمالي، روحي معي كرمالي. خلص روح انت هلا، روح روح بعدين بنحكي. توعديني بنروح؟ لك بنروح روح هلا. ليك أنا بحبك كثير وما فيني بلاك. طيب يلا روح. والله بحبك بحبك. لك روح بحبك. أنا ما فيني أتأخر على البيت، بخاف أمي تفيق وما تلاقيني. ليش ما شربتي يا نسوم؟ بلا بلا شربتها، شربتها كاسة كبيرة. العينتين هون. أنتوا شو جابكم لهون؟ والله نحن هذا البستان بستاننا، أنت اللي شو عم تعمل هون؟ ها؟ لك ولا منك اليوم، روح من هون مشان ما أبتلي فيكم. والله فكرته قبضاي وزقرتاوي، لك طلع عكروت. طلع أزعل أكثر مني ومنك. ربي ربي ربي، تعالوا لك قرب. شوفي يا ماما، ليش هيك؟ ليش هيك صاير معك؟ وين كنتي؟ خرب بيتنا يا ماما، خرب بيتنا. لك شوفي، لك شو صاير معك؟ احكي لي. انت هيك؟ اعتدوا علي اولاد الحرام. اعتدوا علي اولاد الحرام يا ابو، اعتدوا علي اولاد الحرام يا ابو، اعتدوا علي اولاد الحرام يا ابو. قولي على ابي، قولي على ابي على المصيبه يا ربي، قولي على ابي على المصيبه يا ربي، قولي غير هالكلام، قولي على ابي. ما بدك تقول لي وين كنت امبارح؟ معرفاتي يا ابي معرفاتي. وليش هيك وشك ما عم يتفسر؟ يا ابي تخانقت انا وشوية زهران. لك انت ما بدك تبطل لي المشاكل وبعدين معك؟ يا ابي شو في كمان؟ يعني هلا هلا اذا الواحد غلط يعني بحق حدا يعني كيف ممكن يصلح غلطه؟ لازم يعترف بالغلط. بلكي الثاني ما سامحه. العبد ما بيسامح، بس رب العالمين بيسامح اذا النية طيبة والتوبة صالحة. حمرا وريانة البندورة للكبس يا فليفلي. بعرف خالتي بعرف، بس انا جاي لعندك وبدي اياك تسمعيني منيح. ما بيكفي الغلط اللي عملته انت والخانم؟ يا خالتي انا ماني جاي احكي بالماضي، انا جاي اطلب ايد نهاد على سنة الله ورسوله. شو؟
مثل ما سمعتي. يجوز انا شاب فقير وحالي على قده، بس انا والله العظيم بحياتي ما فكرت اني اذيها او اني فكر فيها بسوء. بس كل اللي صار كان لحظه جنان، وانا يعني انا ما حسبتها منيح. خالتي انا غلطت، منك السماح. بتمنى انه توافقيني تعطيني اياها على سنة الله ورسوله. والمهم الواحد يغلط، المهم يتعلم من غلطه. شو يا بنتي، موافقة تتجوزي ظافر؟ بقبل بس بشرط. شو هو؟ تاخذ لي حقي من الكلاب، وإلا ما رح سامحك بعمري يا ظافر. ننزل انا وياك ورنا عند بيت اهلا. ايه واهلا؟ ما في حدا وامها مكرسحه. ايوه فشو قلت؟ واجبنا يا ابني واجبنا.